12 211 و 861 مليار، يعني تقريبا 212. نعم، يعني ميزانيه ضخمه طبعا. لا الحقيقه التاجيل او ما لا سمح الله، ما اعتقد يعني مو من الفرضيات الموجوده هسه، ولكن الحجم الموازنه ما له علاقه بتاخير التصويت او الاستعجال بها. احنا قبل كل شيء لازم ما ننسى انه تجربه الموازنه الثلاثيه هي اول تجربه في العصر في الوقت الحديث، يعني بعد 2003 قبلها ما كنا اشتغلنا بالموازنه كل سنه بسنه. نعم، فالموازنه ثلاثيه وجداول هم صيغه جديده، تقديم جداول سنويه، والحكومه يمكن هاي السنه لان امكانياتها الفنيه في اعداد الجداول او هاي ولو يعني مو انا وجهه نظري مو مبرر، ولكن اللي حتى تكون تتماشى مع القانون السابق يراد بها يعني تدقيق اكثر وتوافقات اكثر. راح تستضافون وزيره الماليه؟ نعم، احنا في وزاره معالي وزيره الماليه ووزير التخطيط لطبعا مناقشه هاي المشاكل، وخاصه ما يتعلق بالايرادات، مصادر ايرادات، وانه بعضها ما واضحه عند اللجنه، وحتى التغييرات اللي صارت بالتخصيصات الاستثماريه والجاريه يعني قسم منها يعني ما مفهومه لدى العديد وغالبيه اعضاء مجلس النواب، فهاي كلها تراد توضيحات. اعتقد بعد هذه المناقشه مع الوزراء المعنيين راح يكون هنالك صوره اوضح لدى الساده اعضاء اللجنه الماليه وحتى المجلس، فممكن تمرير